بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده لو عندك لتر لبن او اقل تقدري تعملي زبادي الشركات في البيت وتوفري فلوسك. معايا اي علبه زبادي من اي شركه انت بتختاريها او حتى زبادي البلدي، ومعايا مقدار من اللبن الدافي، ومعايا دوره، وتعالي شوفي معايا الخطوات. وفي تركه مهمه جدا هتخلي الزبادي معاكي من اوله لاخره مش مخرز وطعمه مش مزز ولا اي حاجه. وتابعي معايا، نحط نص معلقه من السكر في الدوره. والسكر هنا يا جماعه دوره كمادة حافظه، بيحافظ لك على الزبادي من انه يبوظ او يخرز او ان هو يبقى ممزز معاكي. بقلبه كويس جدا جدا مع الزبادي، وبعدين بنزل بلتر من اللبن الدافي، وبقول دافي لا بارد ولا سخن علشان الخميره بتاعتك ما تموتش، وبنقلب حلو جدا جدا. عمل معايا 6 كوبايات من الزبادي، حجم كبير اكبر من اللي بنجيبه من بره، اكبر بكتير. يعني بصوا اللي انا جايباه من بره قد ايه واللي انا عاملاها قد ايه، مفيش مقارنه اصلا. يعني اللي انا عاملاها قد اللي انا جايباها من بره تقريبا مره ونص. فانت بتتكلمي ان انت عامله 9 كوبايات زبادي بلتر لبن بتكلفه خياليه. يعني طبعا اللبن يا جماعه يفضل يكون، مش يفضل، لازم يكون لبن من عند اللبان، ما يكونش لبن معلب، لازم يكون لبن من عند اللبان عشان يبقى فيه البكتيريا بتاعته، ما يكونش كل حاجه الخيارات بتاعته خلصانه في اللبن المبستر. دلوقتي بقى هنشوف هنعمل فيه ايه. انا هنا عاملين مكنه الزبادي على ايدينا، مش بشارين مكنه الزبادي من بره. تعالوا شوفوها اهي يا جماعه، مكنه الزبادي اللي عاملينها على ايدينا عباره عن لمبه عاديه جدا، لمبه تنجستن عاديه جدا، ومتركبه في دويل، ومعمول لها قاعده خشب زي ما حضراتكم شايفين كده، متوصله بسلك. اي حد يقدر يعملها لك، اي كهربائي او بتاع مستلزمات ادوات كهربائيه يقدر يعملها لك وانت واقفه، او زوجك لو بيفهم في الكهرباء فهم بسيط هيقدر يعملها لك بمنتهى السهوله. دي بالنسبه لي بمثابه مكنه الزبادي. النهارده مكنه الزبادي داخله من 350 ل 400 جنيه بالاله البسيطه دي، هيبقى عندك مكنه زبادي تقدري تعملي بيها زبادي صيف وشتاء. تعالي شوفي هستخدمها ازاي. بتحطي كده كوبايه الزبادي بتاعتك في صينيه حوالين اللمبه، وبتولعيها وتحطيها بقى في في فوق، يعني في فرن البوتاجاز عندك، في فرن كهرباء، في علبه، بس تكون علبه يعني تكون كبيره شويه علشان اللمبه ما تاذيهاش وتحرقها وتعمل لك مشكله في البيت، وتعمل لك ممكن قدر الله الكرتون يولع. يفضل في فرن البوتاجاز او في فرن صغير عندك، وتقفليها كده وتقفلي عليها وتسيبيها لحد ما تلاقي الزبادي بتاعك خلص. يعني تهزي كده الكوبايه تلاقيها بقى ماده صلبه كده، يبقى تمام الزبادي خلص. ما اقدرش احكمك بوقت لان الوقت بيختلف من الصيف للشتاء ومن حراره مطبخك لحراره مطبخ تاني. بس كده وتبقي عملتي احلى زبادي في البيت، كميه كبيره جدا بتكلفه قليله جدا. وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو وشير، ما تبخليش عليا باللايك وشير للفيديو، واشتركي في القناه ودوسي على الجرس وفعليه على الكل عشان يوصلك كل الوصفات الجديده، وكمان اشتركي في صفحه الفيسبوك من صندوق الوصف. وشكرا جدا على المتابعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نور كفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.